250 متر بأقل مقدمة 10% وأنظمة سداد مختلفة. تمتع بالرفاهية والراحة. قومي يا ريهام اعملي لنا شاي. يا بابا الفيلم هيفوتني. قومي بطلي كسل هزي كوعك اعملي لأبوكي كوباية شاي. يوه كل شوية ريهام مفيش غير ريهام. ما انا هتفتح بيت ازاي الخايبة دي؟ عمرك أطول من عمري والله يا ابن حلال. كنت عايز اكلمك كده في موضوع مهم يعني. يا حتى بتوشوشيني ليه؟ ما انت بقك في ودني اصلا طول ما احنا قاعدين. قولي. في ناس اتكلموا على بنتك. بنتي؟ قطع لسان اللي يتكلم على بنتي. مين اللي يتكلم على بنتي؟ انت فرحانه ليه كده وهم بيتكلموا على البنت؟ ما تفهم يا راجل. بنتك كانها عريس. عريس؟ يعني ياخد البنت ويمشي؟ والبيت يفضى علينا؟ قشطة أنا موافق. موافق ده إيه؟ إزاي يعني؟ مش لازم نشوفه الأول ونسأل عليه ويجي كده ونقعد ونتشرط ونتأمر ونقعد بضمير الجمع كلنا نقعد فين؟ ده أنا بقالي 4 أسابيع بحلم إن أفرد رجلي في الشقة هنا حسب لا تكسري النجفة. تعالي بقولك إيه؟ إحنا نعمل كونفرنس كول على الضيق، ها؟ سكايب كده مع بعضينا ونقرأ الفاتحة يلا سمعينا زغروطة. يا خراشي سكايب؟ لا طبعاً، لازم يجي يطلب البت من بيت ابوها ويجي هو وابوه وامه واخواته واخواله وعمامه وكل الشارع. دي الوحيده. امال ده انا هعمل لها حته ليله يضحكوا عنها اهل العريس. بس في مشكله. ايوه البيت. الحمد لله انا قلت اتجننت. كويس انك قلتيها. البيت. البيت عايز يتشد. يتشد؟ يتشد ايه؟ عايز يتمط يا ماما. يتشد ازاي يعني؟ ما تخافش دي كلها حاجات بسيطة بس لازم نعملها قبل ما الضيوف يجوا يزورونا. يعني عندك الصالة دي مثلا محتاجة وش نظاف. حلو. ريهام كانت جايبة ايه؟ علبة مونوكير ابيض كده بفرشة. ظريف جدا. ادوبك الحيطة اصلا مش هتحتاج كتير اجيبها لك انا. النجفة. النجفة دي مش نافعة خلاص. ما انا قلت 50 مرة يا اخوانا نجفة بالحجم ده في بيت بالحجم ده مش نافع. يعني انا بخبط فيها وانا قاعد مش وانا واقف. انا جاي رجرجة في المخ من النجفة. لا النجفة دي بلاش منها بلاش منها. الحمد لله ربنا يكملك بعقلك. احنا نعمل بقى ايه؟ السقف الساقط جيبسون بورد ونعمل بيت النور في السقف. ودي الكنبة دي اتهرت ما بقتش نافع. احنا نطلع على دمياط نجيب لنا حتة مذهب بقى ايه قيمة كده شيك وتشرف. وترابيزة صفر 12 كرسي كده مقنقطة كده مقطقطة كده صغنونة عشان طبعا عشان العريس واللي معاه. مال هياكلوا فين يعني يا عبد؟ هياكلوا فين؟ لا لا ياكلوا على 12 كرسي طبعا. امال ياكلوا ايه؟ ياكلوا وشنا؟ لا بلاش نيش. ليه؟ اخص عليك ده انا بحبه قوي طعمه جميل. انا كنت هجيب 4 اعلقهم كده. لا لا بص احنا كفاية اول بوفيه ويلا بقى هم مؤقتا على قد الحفك مد رجليك. والله انا كنت بحلم بالموضوع ده. بانك تجيب نيش؟ لا ان مد رجلي اساسا في الشقة هنا. بمناسبة رجليك انا مش عجباني الستاير دي انا لازم اغيرها. انا هجيب اللي هي ايه الطبقات اللي فوق بعض 3 واحدة بلاك اوت وواحدة اورجانزا واحدة شيفون. ونعمل بيت للستاير عشان البرقع. لا طبعا لازم البرقع لازم له بيت. احنا مش مهم البيت عندنا خاصة. يعني اقول لك بقى بدل ما رحنا على دمياط يبقى نحقق طموحاتنا واحلامنا كلها. عايزين نفرح بقى. هنفرح امتى بقى؟ هنفرح امتى؟ نفسك في ايه قول؟ انا نفسي اجيب بقى ايه كرسي هزاز والليزي بوي. ايوه واجيب هنا نافوره رخام كده ايه سامبوكسه ونعمل بقى الحته دي كده جاكوزي ونلغي الحمام خالص ونحط فيه السفره ال 12 كرسي عشان ايه يا ام ريهام؟ ايه يا ام ريهام الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اللي عاوز يجي يقعد معانا هنا يجي على وضعنا. عمر ما الحاجات دي ما كانت بتفرق في البيوت. اهم حاجه في البيت الراحه. مفيش اجمل من البساطه. والكرانيش تبقى في البيت كله داير ما يدور. اللي انت عارف البيت اللي من غير كرانيش زي السكر من غير سنترافيش. انا مقلفها دلوقتي بس هي معروفه. زي ما تحب يا عم. والارضيه كلها باركيه مسمار حرفه وفلصه. والعلفه قبل الفلصه. هي ايه الفلصه دي؟ انت عالفه ولا بتقول اي كلام؟ والله اللي تشوفوه. والحيطان كلها تتجلد خشب. زان كلها تتجلد خشب. زان بس موضوع تجليد الخشب ده يعني مش هيضيق البيت شوية؟ ليه يا حبيبي هو البيت ضيق؟ شوية بس ده برضه بيتها واعملوا اللي يريحك. الولد ده محترم وانا حبيته ودخل قلبي. بص يا ابني احنا نقرا الفاتحة دلوقتي ونلبس دبل، 5 دقايق نلبس الشبكة نكتب الكتاب والدخلة الخميس الجاي. خميس؟ وهو يعني البيت هيلحق يخلص قبل الخميس يا عم؟ يا حبيبي مش مهم البيت يخلص، المهم انا اخلص. انت منورنا. بعدين انا شايف انت جايب اخوك الصغير وجايب ناس تقريبا مش قرايبك خالص. امال فين بابا وماما والحاج عصام الله يرحمه والناس دي؟ ما جوش معاك ينورونا ليه؟ ما عرفوش يطلعوا السلم.
بس انا قلت يعني مش عايز اضيق. لا لا تضيق ايه، ده البيت يسعمل حبايب الف يا راجل. بص بقى، خير البر عاجله. صح يا عم، وانا برضو بقول يعني البيت مش محتاج اي توضيب، ده هو لطيف كده. بس نعمل بس كورنر للبيبي كده جنب التلاجة بعدين بقى. هو انا اوضتي فين؟ اوضتك. انتي كلب عاملي زحمه، انتي مجرمه خنقي جدو، يا شيكولاتي فالا. ياه والله عيشتكم معانا ملت علينا البيت. النجفة دي